أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. السلام عليكم. يقول طلق بن حبيب: التقوى هي العمل بطاعة الله على نور من الله ابتغاء رحمة الله، وترك معاصي الله على نور من الله مخافة عذاب الله. موضوع لقائنا اليوم حول التقوى. الحمد لله مقلب القلوب والأبصار، والصلاة والسلام على نبينا المختار وعلى آله وأصحابه الأبرار الأطهار. إخوتي أينما كنتم أسعد الله أوقاتكم بالخير واليمن والبركات والطاعات. نحن معا في مستهل حلقة جديدة من برنامجنا درر، نلتقط فيه إن شاء الله في هذا اللقاء درة جديدة من درر الإسلام. معا نستضيف كالمعتاد شيخنا الفاضل الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم سيدي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدي الفاضل، نتحدث اليوم عن موضوع التقوى وعن مرتبة المتقين. بداية سيدي، ما تعريفكم للتقوى؟ يعني التقوى من أصلها اللغوي اتقيت الشيء بشيء، اتقيت النار بالبعد عنها، اتقيت تدهور السيارة بالنظر في الطريق، اتقيت أن أكسب مالا حراما بمال حلال. فالتقوى أن تتقي شيئا بشيء، والتقوى أساسها نور يقذف في قلب الإنسان يرى به الحق حقا والباطل باطلا. أهل الدنيا الذين ابتعدوا عن الله قد يرون المعصية كسبا والطاعة جهلا، فالمؤمن حينما يتقي الله ويتصل به يقذف الله في قلبه النور. هذا تعريف الإمام، إمام جليل، أن التقوى أن يقذف الله في قلب الإنسان نورا يرى به الحق حقا والباطل باطلا. الإنسان في عنده شهوات وفي عنده عقل، فإذا جعل شهواته هدفا له وقع في خطأ كبير، بيعمل توازن. هذه الشهوة لها قناة نظيفة طاهرة. بالمناسبة، ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا جعل لها قناة نظيفة طاهرة تسري خلالها. بتعبير آخر، بالإسلام ما في حرمان أبدا، بس في تصعيد. أية شهوة على الإطلاق أودعت في الإنسان لها قناة نظيفة طاهرة تسري خلالها. من هو البطل؟ الذي يتحرك بدافع من شهواته وفق قنوات ربه الصحيحة. هذا الإنسان يأكل ويشرب ويتزوج وينجب ويكسب المال، وقد يعني كما قال: أرسله معنا نرتع ونلعب. النبي ما علق على هذا الكلام، مسموح لك أن ترتع وتلعب، أولادك يعني. ففي توجيهات لطيفة جدا. هذا القرآن كتابنا. فالإنسان إذا اتبع تعليمات الصانع ضمن السلامة والسعادة، وإذا ابتعد عن تعليمات الصانع يدفع ثمن بعده شيئا كثيرا. يعني سيارة، أحدث سيارة، هذه السيارة لا ترى خصائصها ولا نعومة صوتها ولا انطلاقها مسرعة إلا أن تمشي على طريق معبد. لو اقتنيت أغلى سيارة بالعالم ومشيت بها بطريق في أحجار وأكمات سمعت أصواتاً لا تحتمل وقد تتكسر. فأنت إنسان مصمم لمعرفة الله، فإذا اتبعت منهج الله سلمت وسعدت في الدنيا والآخرة. سلمت وسعدت، السلامة سلبية والسعادة إيجابية. ما تقصدون بسلبية سيدي؟ لأنه قد يفهم أنه يعني واحد شيء سلبي. ما أكل مال حرام، نعم، ما غش، ما كذب، ما خان، كلها فيها ماءات، نعم. هي الاستقامة. تقصدون المعنى اللغوي بالسلبي؟ معنى سلبي، نعم. أما أنفقت من مالي معنى إيجابي، أنفقت من علمي، أنفقت من جاهي، أطعمت الفقراء، رعيت المساكين. العمل الإيجابي له علاقة بالعمل الصالح، والعمل السلبي له علاقة بالاستقامة. ولكن هاتان الكلمتان الاستقامة والعمل الصالح إذا اجتمعتا تفرقتا، وإن تفرقتا اجتمعا.
يعني إذا قلنا استقامة بالمعنى الواسع هي الاستقامة والعمل الصالح، وإذا قلنا عمل صالح هي الاستقامة والعمل الصالح. أما إذا قلنا الاستقامة والعمل الصالح، الاستقامة ترك المنيات، والعمل الصالح فعل الإيجابيات. جزاكم الله خيرا سيدي. أنتقل في موضوع التقوى إلى آية كريمة، ونحن اليوم سيدي في 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 معركة، معركة الحق والباطل مستمرة، فنحن في معركة مع أعدائنا، لكن الله تعالى يعني يقول لنا في كتابه كلمات، يقول وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. الصبر والتقوى كيف هي الآية أساسا؟ ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم. دقق، الشام فيها جبل قاسيوم، هذا الجبل هل ينتقل معنا إلى درعا أو إلى الأردن؟ مستحيل، من مليون مستحيل. جبل بكامل هو أمام الجبال العالية تلة صغيرة. قال ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. إله عظيم يصف مكر الطرف الآخر، مكر الكفار والمشركين لتزول منه الجبال. بعدين قال لك وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. شو ثمن أن تواجه هذا الكم الكبير من الكيد والتآمر؟ بالصبر والطاعة. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. هي آية والله أصل، والله هي الآية، هي الآية الأولى التي نحتاجها الآن. في كيد عالمي على المسلمين، كيد كبير. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. فإن صبر وعصى دون تقوى، يصبر ويعصي، ما له أجر طبعا. يصبر ويعصي، عصى وصبر، هذا الصبر ما له وزن إطلاقا. نعم. لا قيمة له. أما يصبروا أو لا تصبروا. أما الصبر مع التقوى طريق النصر. قال له عظني ولا تجز، أحد الصحابة قال له قل آمنت بالله ثم استقيم. قال له أريد أخف من ذلك. قال له إذن فاستعد للبلاء. ما في أخف، ما في أخف، استقامة حدية، ما بتأخذ معنى التفاوت. يعني ما في إنه فلان أشد استقامة، لا، استقامة حدية. هذا البرميل الممتلئ، ممتلئ وصف حدي. أما إذا غير ممتلئ في نسب ساعتها، هذا العمل بالامتلاء ما عاد في تفاوت، أما من دون امتلاء في تفاوت. فاللي ما في تفاوت حدي، اللي في تفاوت مع النسب. تمام، جزاكم الله خيرا سيدي. أنتقل إلى آية أخرى في موضوع التقوى، وهي آية غنية جدا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. والآية جاءت في سياق الطلاق لكن مفهومها واسع جدا. كيف يجعل الله لمن يتقيه مخرجا؟ والله أنا سمعت قصة من عالم جليل في الشام. جاءه شاب يافع في مقتبل حياته، قال له كيف أتزوج؟ لا عندي بيت ولا عندي دخل ولا عندي شيء. قال له هذا العالم اتق الله. فهو قال كلمة لا تليق بعالم كبير، قال له هذه أين تصرف؟ قال له هذا اللي عندي. وإذ بهذا الشاب يفكر بكلام العالم بعد أيام وهو يعمل في محل، فيعني كيف أتقي الله؟ فصار يأتي مبكراً ويقنع الزبائن بالشراء. صاحب المحل وجد تطور جديد، الغلة كترت والوضع العام جيد جداً، فسأل هذا الشاب أنت متزوج؟ قال له لا والله. قال له أنا بدي زوج ابني، بدي بس استعين فيك بانتقاء الأساس. فأخذه للأسواق، اختار الأساس والحاجات والأدوات الكهربائية هي له وزوجه. أنت تركت شيء لله، والله زوال الكون أهون على الله من أن تدع شيئاً لله ثم لا تعوض خيراً منه في دينك ودنياك. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم. سنعود لمتابعة الحديث إن شاء الله حول موضوع التقوى. إخوتي الأكارم، نتحدث عن موضوع التقوى بمزيد من التفصيل، ولكن بعد فاصل قصير، فابقوا معنا.
السلام عليكم، عدنا إليكم لمتابعة الحديث الماتع الشائق بصحبتكم مع فضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي حول موضوع التقوى. سيدي الفاضل، تحدثنا قبل الفاصل ومن يتق الله يجعل له مخرجا. هذه الآية سيدي قانون، يعني قانون عامة في، طبعا أحيانا الآية تنطلق من حدث لكنها في النهاية قانون عام، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. طبعا هي جاءت في الطلاق. نعم، هي عفوا الكلمة الآن بالمصحف لها معنى سياقي وسباقي ولحاقي. هذه الآية جاءت في موضوع الطلاق، فإذا نزعت من سياقها أصبحت قانونا. سيدنا يونس وجد نفسه في بطن حوت، نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. قصة قلبت إلى قانون، وكذلك ننجي المؤمنين. فأنا الذي أتمنى على الإخوة المشاهدين أن الآيات التي نزلت بمناسبة معينة هذه تنزع من مناسبتها وتنقلب إلى قانون بعموم نعم، بالعموم لا بخصوص السبب. نعم. سيدي الفاضل، أنتقل إلى قضية مهمة وهي نتائج التقوى. أول ثمرة من ثمار التقوى هي الفلاح. قال تعالى: فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. كيف تؤدي التقوى إلى الفلاح؟ لأن هناك نجاحاً وهناك فلاح. فالنجاح أحادي، قد تنجح في كسب المال، بيل جيت 93 مليار معه، قد تنجح في بناء قصر شامخ، قد تنجح في جولة في العالم، قد تنجح أي نجاح أحادي يسمى نجاحاً. ولكن حينما تنجح مع ربك فتعرفه وتعرف منهجه وتطيعه في منهجه وتتقرب إليه وتدعو له، نجحت مع ربك. وحينما تختار امرأة صالحة تسعد بها وتسعد بك، هذا نجاح ثاني في البيت. وحينما يكون عملك شريفاً وفي عطاء الآخرين ما في إيذاء، في نجاح ثالث. وحينما تنجح في صحتك نجاح رابع. فالفلاح شمولي، النجاح مع الله ومع الأهل ومع العمل ومع الصحة صار فلاح، وأولئك هم المفلحون. والبطولة أن نكون فالحين. أما الناجح ينتهي. يعني أكبر غني ببريطانيا دخل إلى خزائنه، غرفة خزائنه، أغلق الباب خطأ، صرخ، ما خلى طريقة، الغرفة بعيدة عن أهله، فجرح يده وكتب: أغنى إنسان في العالم روتشيلد يموت جائعا وفقيرا. فالنجاح وحده ما له قيمة. أذكر مرة أنه في مهندس ياباني هو الذي صمم جسر البوسفور الأول، هذا أضخم جسر يأتي بعد جسر لوس أنجلوس بالطول. أثناء مشيه على الجسر ألقى نفسه بالفوسفور ومات. ذهبوا إلى غرفته في الشيراتون، كاتب: ذقت كل شيء في الحياة فلم أجد لها طعماً، أردت أن أذوق طعم الموت. معنى ذلك المؤمن البسيط عرف شيء عن ربه وعن الجنة والنار، وضبط أموره وفق منهج الله، واختار زوجة صالحة وربى أولاده، هذا عنده سعادة تفوق حد الخيال، مع أنه قد يكون دخله محدود جداً. فالسعادة ما لها علاقة باللذة. السعادة تحتاج إلى ثلاث أشياء: تحتاج إلى اتصال بالله وإقبال عليه، هو مصدر الكمال والجمال والنوال. أما اللذة مشكلتها بدها تحتاج إلى مال وإلى وقت وإلى صحة. ولحكمة بالغة بالغة بالغة، الإنسان دائماً ينقصه أحد أركانها. في البداية في صحة وفي وقت، بس ما في مال. في منتصف الحياة في مال وفي صحة بس ما في وقت. بالنهاية في مال وفي وقت بس ما في صحة. هي اللذة. أما السعادة لمجرد أن تنعقد النفس، تعقد النفس صلتها بالله
شعر بالسعادة. وإذا لم يقل هذا المؤمن السعيد ليس على وجه الأرض من هو أسعد مني إلا يكون أتقى مني في معه مشكلة. نعم سيدي الفاضل، إذن هذه التقوى تحقق الفلاح. الأمر الآخر، التقوى تحقق محبة الله، إن نعم. الله يحب المتقين. هو الله عز وجل غني عنا، لكن كماله يقتضي أن يفرح بتوبة عبده المؤمن. لله أفرح بتوبة عبده المؤمن من الضال الواجد والعقيم الوالد والظمآن الوارد. يعني الإله ذات كاملة، كيف يمكن أن نعرف طرفاً من كماله العظيم؟ عن طريق الأب. الأب أي أب تقريباً، أو الأب الصالح، همه الأول أولاده. قد يكون غنياً وعالماً كبيراً وفي مركز مرموق في المجتمع، أما يسعد أشد السعادة إذا رأى ابنه ناجحاً متفوقاً، ويتألم أشد الألم. فأنه أن تعيش لغيرك، هذا الفرق بين الأقوياء والأنبياء. الأنبياء ملك القلوب، والأقوياء ملك الرقاب. الأقوياء يمدحون في حضرتهم، والأنبياء في غيبتهم. الأقوياء أخذوا ولم يعطوا، الأنبياء أعطوا ولم يأخذوا. لذلك الناس جميعاً تبع لقوي أو نبي، فالبطولة أن تكون تابعاً من أتباع الأنبياء. لكن أنا أقول للأقوياء، بطولتكم أن تتخلقوا بأخلاق الأنبياء. نعم، جزاكم الله خيراً. هذه إن الله يحب المتقين، يحبنا وهو الغني عنا. أيضاً من ثمرات التقوى أن الله تعالى يقول والله ولي المتقين. ما معنى أن يكون الله ولياً للمتقين؟ يعني الإنسان لو وكل محامي متفوق جداً وله صلات مع القضاة ومرموق وعده بنجاح الدعوة 100%، يفرح هذا الإنسان الذي وكل هذا المحامي فرح ما له حدود. فكيف إذا كان الله وليك؟ الله خالق الأكوان، بيده كل إنسان، بيده الكمال والجمال والنوال. يعني هي أكبر موقف ذكي وبطولي أن يكون الله وليك. نعم سيدي الفاضل، هناك حديث شريف من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، أريد العبارة الأولى منه، قال اتق الله حيثما كنت. هل هناك تقوى مكانية متعلقة بالمكان؟ لا، يعني إنسان ساكن ببلده وله مكانته، ما بيقدر يفوت لملها. لو فرضنا كان إيمانه ضعيف وكان ببلد أوروبي وفات لملها، معنى هو لا يخاف من الله، يخاف من الناس. أنا أذكر مرة كنت آتي بطائرة من جدة إلى الشام، يعني امرأة ترتدي عباءة سوداء وكل شيء درجة أولى، خلعت العباءة فإذا بثياب متبذلة. قلت هذا إسلام جغرافي ما له علاقة بالدين الحقيقي. اتق الله حيثما كنت، في بلد متشدد في تطبيق الشريعة، وبلد في تراخي بتطبيق الشريعة. أنا أعبد الله. نعم، في أي مكان يكون. جزاكم الله خيرا سيدي، وأحسن إليكم وبارك بكم، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتقين. إخوتي الأكارم، ختاما، سأل رجل أبا هريرة رضي الله عنه فقال ما التقوى؟ قال هل أخذت يوما طريقا ذا شوك؟ قال نعم. قال فما صنعت؟ قال كنت إذا رأيت الشوك عدلت عنه أو جاوزته. قال فذاك هي التقوى. إلى الملتقى، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. تمسسكم حسنة تسؤهم، وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله